السلام عليكم. على ضوء الفشل غير المعلن للمشاورات، يبدو ولد الشيخ عاجزا ومتهربا من الاعتراف بالفشل، كما يتضح أنه لا يمتلك حلولا حقيقية طالما أن هناك طرف وقع وآخر لا توجد لديه أي نوايا للسلام، وهو الذي يدرك مخاطر استمرار تعلق اليمنيين بآمال مشاورات عدمية ووضع يراوح في النقطة صفر. في خطوة أخرى هي الأحدث في سلسلة تحركاته عقب فشل مشاورات الكويت، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمين عام المنظمة إياد مدني، وعقد مؤتمرا صحفيا لم يأتي بجديد. سلسلة من الانتقادات التي تلاحق المبعوث الأممي بسبب عدم تسميته الطرف الذي أفشل المشاورات، كان أكثر حدة تلك التي صدرت عن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري في تصريح صحفي له اليوم، وصف خلاله المبعوث الأممي بعدم الإنصاف، واعتبر أن الوثيقة الأممية التي رفض الانقلابيون التوقيع عليها كأن لم تكن، في وقت بات فيه الخيار العسكري الذي يبدو مؤلما مقبولا أمام بقية الاحتمالات المميتة، خصوصا مع تحذير البنك الدولي بالانهيار الاقتصادي الوشيك في البلد. عن الفشل غير المعلن للمشاورات وأحدث تحركات المبعوث الأممي المتصلة باليمن وكذلك التطور في الموقف الناقد للمبعوث الأممي، سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نذهب للمشاهدة هذا التقرير. نحن نأمل أن يكون العقل والمعقولية هي التي تحكم جميع الأطراف ذات الصلة باليمن. لا مبادرة جديدة وراء زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ولكنه التنسيق من أجل الوضع الإنساني في اليمن، خلاصة كشف عنها أمين عام المنظمة إياد مدني في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي عقب لقاء جمعهما في مقر المنظمة. تبرير كهذا لا يكفي لتجاوز سؤال لا يزال ملحا بشأن ما إذا كان لدعوة المنظمة الإسلامية علاقة ببلورة مبادرة تدفع باتجاه تسارع خطى الحل السياسي على قاعدة عريضة من الإجماع الإسلامي. زيارة المبعوث الأممي لمنظمة التعاون الإسلامي تأتي في ظل أعنف انتقاد يتعرض له المبعوث الأممي من قيادي بارز في الحكومة ومن الأوساط السياسية القريبة منها، فقد وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت عبد العزيز جباري المبعوث الأممي بعدم الإنصاف على خلفية تهرب ولد الشيخ من تسمية الإنقلابيين طرفا معرقلا. جباري اعتبر أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي ولم يوقع عليها الإنقلابيون كأن لم تكن، انتقاد يعززه الإحباط من دور ولد الشيخ الذي يبدو أنه مصمم على إبقاء الأزمة المشتعلة في اليمن في الدائرة المفرغة ذاتها من المشاورات، حقيقة لا يمكن تغطيتها بتفاؤل المبعوث الأممي بأن طرفي هذه المشاورات باتا يقفان على أرضية صلبة، وبأن تفاؤله لا يصدر من فراغ لأن فريق الإنقلابيين أبلغه لحظة رفضه التعاطي مع اتفاق الكويت استعداده للنقاش في مسائل الانسحاب وتسليم السلاح. ردد المبعوث الأممي المفردات ذاتها التي ضمنها بيانه الصحفي عشية تعليق مشاورة الكويت أوائل شهر يوليو المنصرم لمدة 15 يوما، على نحو دفع ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن المبعوث الأممي يعاني من حالة جمود مزمنة لا تحول فقط دون قدرته على اجتراح الحلول، بل أيضا دون توليد مفردات جديدة في سياق الخطاب السياسي والإعلامي لمسار الحل المفروض من جانب الأمم المتحدة. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم إلينا آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا. دكتور عبد الباقي، يعني هناك ربما فشل غير معلن لمشاورات الكويت في المؤتمر الصحفي الأخير لولد الشيخ الذي يعني كان في منظمة التعاون الإسلامي، لم يقدم أي جديد لولد الشيخ نفس المعلومات التي طرحت والتفاؤل ذاته، ما الذي يمكن قراءته في إن صح لي القول في هذا الفشل غير المعلن؟ أعتقد أن ليس فشل غير معلن، هو فشل منذ البداية، منذ الذهاب إلى جنيف ثم بييل ثم الكويت، ونحن نسمع عن الفرصة الأخيرة، يتحدث عن المرجعيات الثلاث ولكنه يقطع مع تلك المرجعيات، يتحدث عن القرار في 2016، يتحدث عن مخرجة الحوار، يتحدث عن المبادرة الخليجية، وفي نفس الوقت ما وضعه من أجندة في بييل ثم في الكويت هي تقطع تماما مع المرجعيات الثلاث. اثنين، عندما في مؤتمره الصحفي الأخير تحدث عن طرفي الأزمة، أي أنه يتعامل
مع كريسيس وليس كو، يعني ليس مع انقلاب، مع طرفي الأزمة. أصبح ما يحدث في اليمن هو أزمة سياسية بين أطراف، وهذا يخالف المرجعيات، يخالف القرار 2016. نحن أمام، عندما تتحدث، عندما تم الانقلاب، أليس مجرد الحوار هو تعامل مع طرفين، يعني طرفي أزمة وليس تعامل مع طرف عندما انقلابي. هذا الطرف عندما قبلت السلطة، لو سمحتي بس أكمل. نعم. بس فكرة هي تتعلق ب، أنا خرجت عن سياق الموضوع. عموما ما يحدث عند قبول السلطة الشرعية بالحضور إلى المشاورات، نحن نبهنا السلطة الشرعية أنها قد تحقق الاعتراف بهذا الطرف الآخر. وولد الشيخ في هذا التمديدات المستمرة، وأننا سنغادر الكويت ولكن مشاورات السلام مستمرة، ماذا يريد؟ يريد تثبيت الحوثيين والمخلوع صالح كطرف من أطراف النزاع وليس جماعة انقلابية. أعود لفكرة السابقة. نعم. عندما تم الانقلاب واليمن تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، عندما تم الانقلاب هناك قرارات، قرار مجلس الأمن بعد الانقلاب تحدث عن 10 أيام مهلة، هناك لجنة العقوبات، كل هذا المرجعيات الأمم المتحدة، وهو يتحدث عن طرف وأزمة سياسية في اليمن. ونبهنا السلطة السياسية عندما دعا أطراف الأزمة اليمنية في جنيف أن هذا، أن التوصيف الخاطئ يؤدي إلى نتائج خاطئة. التوصيف للمكونات منذ البداية، عندما يكون أنا أصف الجماعات فيما بأوصاف لا تتطابق مع أفعالها وما حدث، فأنت حتما ستذهب، وهذا ما حدث. عندما السلطة السياسية أيضا قدمت، أنا أعتبره تنازلا كبيرا وكارثة، سميته من القناة هنا كارثة بالنقاط الخمس، كارثة. ولكن أيضا هذا التعامل مع الحوثيين كطرف من أطراف النزاع، إدراك الحوثيين والمخلوع صالح أن هناك رغبة دولية لإحلال الحوثيين بديلا عن القوى التي ظهرت في 2011، ان هناك توجها دولي لجعلهم طرف يعني مكون من مكونات الحقل السياسي، هذا الذي يمنحهم هذه المساحه من المناورات. وانا اقول لولد الشيخ الذي قال انه يميز بين الحياده والانحياز، انه ليس منحازا ولا محايد، هو موظف مع استراتيجيه الدول الكبرى وليس مع الامم المتحده. هو لا ينفذ كما يقول، هو طرف محايد، ليس محايدا، هو الآن يثبت، لو كان موظفا في الأمم المتحدة لطبق مرجعيات 2016، لحمل الحوثيين مسؤولية فشل المشاورات، لكن هو موظف الآن. عندما تحدثنا في حلقات سابقة عن التمييز بين المرجعيات الدولية والمصالح الدولية، هو الآن تبين أنه موظف مع المصالح الدولية التي تسعى إلى إقامة سلام هش. هش بمعنى أنه لا يختلف عن الحل في سوريا، لن يختلف عن الحل في العراق الذي سيجعل المنطقة العربية غير مستقرة وقابلة للتشظي دوما. ومن هنا أعتقد أن هناك ولد الشيخ بهذا الوعد للشهر القادم، وأنه ويقول أيضا هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار لكنها لا تخيفك. طبعا لا تخيفك لأنك لا تهمك، لأن هو فصل بين الجانب السياسي في الكويت والجانب العسكري. لا يمكن لنا أن نتحدث عن سلام وأنت تفصل السياسي عن العسكري، لا يمكن لنا أن نتحدث عن سلام وأنت لم تستطيع حتى الآن أن تفرج على أسير أو مخطوف، لا يمكن لك أن تتحدث عن استمرار مشاورات ونحن أثناء المشاورات كانت هناك انتهاكات، كانت هناك إقفال مؤسسة إعلامية، اغتيال صحفيين، حصار تعز. لذلك الحديث عن تسوية سياسية، أرى أن على السلطة السياسية، أنا أكررها هنا لأن ولد الشيخ لا يحمل يعني لليمن خيرا، لأنه ليس يسير في وفق رؤية استراتيجية تحقق الصالح العام اليمني. ونحن ندرك أنه بنقاطه الخمس قطع مع 2016، أنه أهمل ملف حقوق الإنسان. ملاحظي، إهمال ملف حقوق الإنسان هو أهم ملف
يعزز الموقف التفاوضي للسلطة الشرعية، هو الذي يجعل من المخلوع صالح والحوثيين يقضعون، لأنه سيحيل ملف الانتهاكات إلى المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية. هذا الملف ما وصف الحوثيين بالانقلاب والخروج على المبادرة الخليجية وعلى مجلس الأمن وتهديد الأمن والسلم، من الذي هدد عندما أحيلت اليمن إلى الفصل السابع وفقا لأهم مسوغات الفصل السابع، هو أن عندما يصبح الوضع هنا يهدد الأمن والسلم الدوليين تحال إلى الفصل السابع. وهؤلاء هددوا الأمن والسلم الدوليين وأدخلوا المنطقة في قلق على الأمن القومي الوطني والدولي والملاحة الدولية. بالتالي عندما هؤلاء الجماعة قاموا بانقلاب، واليمن والراعي والأمم المتحدة راعي لمسار التحول تحت إشراف بن عمر، وأنت تغض الطرف عن هذا الانقلاب عندما تصدر قرار. إذن هذه النقطة دكتور، يعني غض الطرف الكثير من المراوغات والكثير من الأخطاء التي قام بها الطرف الآخر. دعنا نشرك معنا في حديثنا المحلل السياسي عارف أبو حاتم من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عارف. مساء النور أستاذ عارف. لو بدأنا بالحديث معك عند مراوغات ولد الشيخ في مسألة الاعتراف بطرف المعرقل، والتي ذكرت ربما أمامه أكثر من مرة في المؤتمر الصحفي الأخير وهذا المؤتمر، كيف تعلق على هذه النقطة؟ ولد الشيخ بمعلومة مؤكدة أن الجانب الحكومي طلب منه رسميا إعلان من الطرف المعرقل. نعم. هو كان شجاعا لمرة واحدة ويشكر عليها، حين قدم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن قال صراحة من الطرف المعرقل، ووحد الناس أن ممثلي علي عبد الله صالح والحوثيين هم الطرف الذي رفض التوقيع على الرؤية الأممية للحل، لأنها جماعة استمرأت الحل الدموي والحل العسكري. الجانب طيب بعد الإحاطة أستاذ عارف، لماذا عاد إلى دبلوماسيته وعاد إلى الحديث عن العموميات ولم يحدد أيضا الطرف المعرقل أمام الإعلام، يعني ليكون منصفا أكثر؟ أستاذ آسيا، هو في العادة يعني الرجل يقول أنا دبلوماسي، إذا ما قلت أن الطرف الآخر هم من عرقلوا الاتفاق وهم من رفضوا توقيع الرؤية الأممية وهم من لم يوقعوا جدول الأعمال ولا النقاط الخمس ولا الإفراج عن المعتقلين ولا تثبيت المرجعيات الثلاث ولا تحديد اللجان الثلاث بمهامها المحددة ولا الإطار العام للمباحثات، إذا قال كل تلك الفضائح عنهم فلن يعودوا إلى طاولة المشاورات. والرجل دبلوماسي يريد أن يثبت بأنه لا يزال قادر ولا يزال فاعل، وأنه حقق منجزا من خلال جمع اليمنيين، حتى أنه في مؤتمره الصحفي الأخير متقدم نجاحات باعثة جدا، إلى حد أنه قال اجتماع اليمنيين بحد ذاته كان عملا ناجحا. ما هو وأسس قاعدة صلبة يمكن البناء عليها؟ ما هي هذه القاعدة الصلبة وكيف يتم البناء عليها؟ ما هي النقطة التي خرجوا بها؟ ومرة قلت له كلنا لوجه الله نقطة واحدة تقطع عليها اليمنيين، لكن ولد الشيخ كان موظف عند الكبار ولا يزال موظف عند الكبار، يحاول أحيانا أن يتماهى معهم وأحيانا يحاول أن يثبت أنه دبلوماسي ناجح حتى لا يرى المجتمع الدولي بأنه قد فشل في مهمته وحان الوقت تغييره. رجل يعتقد أنه على المستوى الشخصي حقق نجاحا من خلال أي نجاح أستاذ عارف؟ يعني هل مجرد لقاء طرفين حتى لم يلتقيا؟ نعم. كان نجاحه الشخصي، انتقل اسمه من مبعوث أممي إلى ممثل للأمين العام، كما كان جمال بن عمر لم يعد مبعوث الأمم المتحدة وإنما أصبح ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، وهذه الكلمة معناها أنه سيصبح لديه مكتب وأمانة عامة وسكرتارية وموظفين وميزانية، ومن حقه دعم برامج وأنشطة ومشاريع، والعمل الرجل سيفتح له مكتب في عمان، بما معنى أنه ستحول إلى ميزانية أمم المتحدة تحديده. يمكن هنا على المستوى الشخصي حقق نجاحا، لكن على المستوى اليمني لم يحقق أي نجاح إلا نجاحا واحدا، أنه وإن لم يقل فإن المجتمع الدولي عرف من الطرف الدموي ومن الطرف القاتل ومن الطرف الذي استمرأ الحلول العسكرية، ونحن بحد ذاته نعتبر هذا إنجازا لنا نحن في الشرعية. الرؤية التي قدمها الأمين العام هذا المبعوث الأمين العام ممثل الأمين العام ولد الشيخ كانت يعتبرها الكثير من العيوب والكثير من الخلل، مع ذلك جنح لها الجانب اليمني. وهناك اليوم تصريحات الاستاذ عبد العزيز جباري يقول نحن وقعنا على ورقه جانبيه لولد الشيخ باننا سوف نوافق ونوقع الرؤيه الامميه اذا ما وقع الطرف الاخر قبل 7 اغسطس، وفي حال لم يوقعوا فان الورقه التي قدمناها تعتبر في حكم
لا 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 معنى لها ولا قيمه، ولذلك اصبحت دائما اليوم لا معنى لها ولا قيمه من الطرف الاخر استمرار الحلول العسكريه. كان والحمد لله انهم موقعوا على هذه الرؤيه لاننا كنا قلقين كثيرا منها، وكانت فيها اشياء لم نوافق عليها، والحمد لله انهم رفضوها واثبتوا المجتمع الدولي ان هؤلاء لا يريدون غير الحل العسكري. طيب. واعتقد ان الردود القويه التي حصلت امس في نهم والذي يحصل اليوم في ارحب وفي نهم وفي تعز هو ردا فعليا عسكريا تتحمل جماعه الحوثيه مسؤوليته. لا يصح الان امام الكاميرات وامام الاعلام يقصفون ويضربون، وهم الذين قصفوا ابناء تعز في نهار رمضان بالكاتيوشا والمدفعيه والدبابات، بل انهم هم الان الذين رفضوا الحل السلمي، فعليهم ان يتحملوا نتائج الحل العسكري. نعم، طيب استاذ عارف، يعني اذا تحدثنا عن المؤتمر الصحفي الاخير في منظمه التعاون الاسلامي برايك ما هو دلالات الظهور الان، خاصه ان المؤتمر لم يقدم اي جديد؟ وما الذي سيقدم؟ هو رجل خلال تقريبا 100 يوم لم يقدم اي شيء ناجح او اي شيء تمكن من اخضاع الجماعه الحوثيه للحل السلمي، بالتالي ليس امامه الا ان يتحدث عن عموميات ارضيه صلبه، اجتماع اليمنيين، تثبيت وقت اطلاق النار، نامل ان يعودوا خلال شهر في مكان اتفق عليه الجميع، هذا كله كلام فارغ. وقلنا له في مؤتمر صحفي، وكنت في كل مؤتمر صحفي اقف بين الصحفيين واساله عن اين مصير، كنت استدعي مع مصرين، اين مصير تعز واين مصير المختطفين من هذه المشاورات؟ كان يعد بان سيتم الاطلاق 50% قبل رمضان و50% الاخرى، قلت له هل ستجمن ام لا؟ قال ان لم تكن قبل في رمضان فستكون قبله. جاء رمضان وغير رمضان ولم يطلق صراحه احد على الاطلاق. هذا هذا يطلق كذبه كبرى يؤسف انها تاتي من ولد الشيخ، حين قال ان الجماعه الحوثيه اطلقت 700 اسير، فيما الجانب الحكومي اطلق 55 من الاطفال. هنا ساتوقف مع هذه النقطه. اولا، لماذا لم يقل الناس من الذي عسر هؤلاء الاطفال؟ من الذين من الذي حرمهم الدراسه والذهاب بهم الى معارك السكان؟ والنقطه الاخرى، من قبل انهم عن 1700 ولدينا الكشوفات موقعه بتوقيع يحيى بدر الدين الحوثي، وعليها يتم الافراج عن المعتقلين في زمار وفي عمران وفي صنعاء، وامام كل اسم التهمه والجريمه مكتوب امامها قاتل، مجرم، مزور عملات، مزور وثائق، كلها قرائن. نعم. هذا النوع. هل هؤلاء كانوا اسر المقاومه كلهم مزورين؟ طيب سؤال اخير استاذ عارف، منهم 11 شخص متهمين بالمخدرات. نعم استاذ عارف، سؤال اخير بخصوص مقالك الذي كتبته في الجزيره نت، واشرت انه كلما تاخر الحسم العسكري او السياسي تزداد المخاوف على وطن واجيال لن تجد لها مستقبل، ما دلالت مثل هذه الاشاره في هذا التوقيت تحديدا؟ صحيح، انا اخاف من الحل العسكري لانه في نقاط مهمه جدا من حقي انا اخاف منها. اولا، بطء تعامل الشرعيه وبطء الحسم العسكري مع ان الناس في نهم قادرون، والان المدفعيه ابتداء من مساء امس حين تم السيطره على جبال المنار قادره ان تضرب مطار صنعاء، بل انها قادره ان تصل الى ابعد من ذلك، ونحن لا نتمنى ان لا تزول حجر واحده من مشاريع مؤسساتنا الحكوميه، لكن الجماعه الحوثيه ستجبرنا على الحل العسكري. يجب على الحكومه والرئيس ان يعودوا الى عدن والمكلا ومأرب، وان يبدا الحل العسكري، لان عوده البرلمان الذي يشغله عليه عبد الله صالح، وهناك تواطؤ دولي كبير جدا مع هذه الجماعه، نخاف ان ناتي يوم ونحن امام شرعيتين ودولتين ومجتمع دولي منقسم ومجتمع متحده قد ملت مننا وقد خضنا في الحرب المنسيه، وبالتالي سوف نكون امام جماعه، هذه الجماعه لم تاتي لحكم اليمنيين فقط، اقراوا تاريخهم. الاسماعيل المتوكل بالله اسماعيل يقول لن يحاسبني الله على ما قتلت منهم، ولكن سيحاسبني على ما تركته لهم. هذه الجماعة جاءت تغير، لم تنهب مالنا فقط، وإنما ستنهب مالنا وثرواتنا ووظائفنا ومعتقداتنا وأبناءنا ورجالنا ونساءنا. هذه الجماعة جاءت تجتاح كل شيء، وهذا ما ترغب به إيران. إيران حتى هذه اللحظة لم تخسر شيء، السلاح جاء من معسكرات اليمن، والمال من بنوك اليمن، والقاتل من قتل اليمنيين. هؤلاء الجماعة متخصصات لقتل اليمنيين فقط، ذلك يجب استئصال هذه الجماعة النازية الفاشية الإجرامية التي أنبتها المشروع الصهيوني ولا يزال يرعاها اليوم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عارف أبو حاتم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي، استمعت إلى حديث الأستاذ عارف وكان لديك مجموعة من الملاحظات، تفضل. هو أهم ملاحظة مركزية، سأنطلق من سنغادر الكويت ولكن مشاورات السلام مستمرة. قبل أن تنتهي مشاورات الكويت
أعلن المجلس السياسي الأعلى، ونحن قلنا في وقت سابق أن المجلس السياسي الأعلى من خلال الموروث السياسي اليمني، يعني مجلس القيادة ويعني أيضا المجلس الجمهوري، يعني مسمى آخر من مسميات القيادة، يعني هو عبارة عن قيادة، رغم أن الشخصيات الظاهرة في الأسماء هم بيادق لقيادة لم تظهر بعد في الواضح. لكن المخيف هنا في المجلس السياسي الأعلى، إذا ما ربطناه بالتحركات العسكرية في حيفان وفي السامع وفي المتوج نحو الأحور نحو العين نحو والتي تنطلق إلى السمسرة ثم التربة، تهدف إلى القطع بين المناطق الشمالية والجنوبية، كما أنها إذا ربطناها مع إعلان العطاس بأن هناك يعني مشروعا واضحا لفك الارتباط خلال 4 سنوات، فإن المجلس السياسي الأعلى يشجع ويدفع نحو إعلان مجالس سياسية أخرى أو مجالس قيادية أخرى، ربما في المناطق الجنوبية أو مناطق أخرى أو محافظات أخرى كحضرموت أو أبين أو لحج الآخري. هذا الواقع الجديد، هل سيعود الوفد كما حتى نقول نفترض ونذهب مع ولد الشيخ بعيدا، هل سنعود إلى المشاورات المزمعة التي تحدث عنها وهناك فريق يعني فريق الانقلابيين هو فريق الحوثي صالح أو المجلس السياسي ممثل المجلس السياسي الأعلى؟ وبالتالي هنا قد خلقنا واقعا جديدا لا علاقة له بمفردتي الحوثي والمخلوع صالح، لا علاقة له باللجنة الثورية، بل نحن نتحدث عن سلطة سياسية مختلفة، عن واقع سياسي جديد. بالتالي أعتقد أن على السلطة السياسية، نحن الآن ولد الشيخ أنا شخصيا أقول ما زال يلعب دورا خطيرا بهذه المواقف الرخوة غير المعلنة رغم أنها مكشوفة. إذن يعني لكن في بداية الحلقة أنت قلت أنه يمثل رهبة مصالح استراتيجية. نعم. ومن هنا على السلطة السياسية أن تعود اللاعب الآن، حتى عندما تعود يعني هل يعقل أن السلطة السياسية لم تدرك بعد الدور الذي تدرك ذلك، لكن أشعر أنها فاقدة للاقتدار، أشعر أن أعمال من الذي أفقدها؟ هي طبعا لأنها تعمل بشكل غير ما يسمى بالتيم الجماعي، بالنخبة، بالرؤى، ما عندهاش رؤية استراتيجية. الآن على سبيل المثال مدينة تعز، الآن هناك وأنا أعطوا معلومة دقيقة من ميدان، هناك يعني انهيار للانقلابيين، هناك تواصل بين المخلوع صالح وبعض الشخصيات والقيادة في تعز لإيجاد تسويات ومشاورات وتفاهمات بعيدا عن دول التحالف والسلطة الشرعية لدخول في مفاوضات أخرى. والسلطة الشرعية كانت لديها استقالة للشراقي قبل حوالي شهر، وهناك خلل في إدارة القيادة الجماعية العسكرية في تعز منذ شهر، تقوم تصدر قرار بعد شهر اليوم وتترك تعز تحت قيادة غير قادرة على الإدارة الجماعية لمدة شهر، وأنت تفاوض بالكويت ولم تعد تعز إلى لا تعدها للعودة العسكرية والدفاع عن ذاتها. الآن تعز توسعت في الجغرافيا، بحاجة إلى سرعة عمل القيادة العسكرية في الميدان العسكري، بحاجة إلى تزويدها بالمؤن والسلاح وبالسيطرة على الجغرافيا. نحن نعلم بالتالي أين الرؤية الاستراتيجية؟ هل السلطة السياسية، وأنا قلتها من مقابلة سابقة، هل كانت لديها رؤية؟ أنا الآن هذا المجلس السياسي الأعلى سيظهر الآن بمجموعة من البيادق، ولكن في الأيام القريبة القادمة قد يعود المخلوع صالح شخصيا، خاصة إذا ما نجح في السيطرة أو الفصل. الآن التحركات في حيفان والتحركات في سامع والتحركات باتجاه يريد أن يفصل المناطق الشمالية على الجنوبية، وهناك رغبة دولية من بعض الدول لفك ارتباط الجنوب عن الشمال، وهذا سيدخلنا في وضعية هشة، والسلطة السياسية ستجد دول التحالف والسلطة الشرعية ذاتها أمام واقع هي غير قادرة على التحكم فيه وغير قادرة على السيطرة، وخاصة أنها قد عادت إلى عدن قبل شهور طويلة. نعم. ولم تستطيع أن تؤثر أن تدير الحياة اليومية، ولم تستطيع أن تعمل اتساق بين المقاومة الوطنية في تعز والجنوب، وكنا نطالب لقائد المنطقة الرابعة لماذا توقفت المعارك، لماذا لم تزود تعز في السلاح، لماذا لم تتقدم نحو تعز، لماذا المقاومة لم تمد، لماذا الجرحى، أسئلة بحاجة. كان بحاح كان يحمل هذا الملف، كان وكيلا محليا لفك الارتباط
بحح. لماذا بحح سكت عاما وعاما عند بعد عام ندرك أن هناك هدنة اقتصادية وأن موارد الدولة تذهب إلى الحوثيين، وكان المجتمع الغربي يسعى إلى جعل الحوثيين قوة في الحقل السياسي لديها أموال وسلاح، ثم قبول السلطة بالهدنة الاقتصادية اعتراف عملي وواقعي بسلطتها، هنا أخطأ. أين الرؤية الاستراتيجية؟ الآن نحن لا نريد خطاب إعلامي، لا نريد من السلطة أن تقول سنعود الحل العسكري. كيف توقع على ورقة جانبية لمندوب للأمم المتحدة لممثل الأمم المتحدة بقبول الشروط ونحن نبهنا أنها كارثة أولى بالخمس نقاط، وعندما تتنازل عن ملف حقوق الإنسان، عندما الآن نتحدث عن جرف وتجريف المؤسسات الإعلامية واستشهاد 17 صحفي و33 موقع إعلامي ومحرك بحث أوقف، عندما نتحدث عن تعز وحصارها، كيف توقع، كيف تتنازل وأنت تترك كرجل تدير مفاوضات؟ نحن بحاجة إلى خبراء. عند هذه النقطة دكتور، يعني سأعود إليك بعد الفاصل، يعني نتحدث فقط عن يعني ألم يكن التوقيع رافعا للحرج أمام الحكومة وموضحا للعالم أننا لم نقف في أي عرقلات؟ أستمع منك للإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني كنت تتحدث عن أن هناك خطأ، أخطاء استراتيجية كثيرة للحكومة، ولكن ربما ختامها كان التوقيع على مثل هذه الورقة التي يعني قدمها لهم مبعوث الأمم المتحدة، والتي وجدت فيها أنها يعني تنازل بالنسبة للحكومة عن كثير من مستحقاتها وعن ملف الجرحى أيضا أو الملف الإنساني عفوا. كيف تفسر مثل هذه النقطة إذا هم يجدون أنها يعني بالعكس هي خطوة إيجابية قامت بها؟ أنا كانت تخوفاتي أولا، أشعرني الوفد المفاوض أنهم عند عاقل الحارة وليس في إدارة التفاوض، وإدارة التفاوض هو علم بكامل وقواعد له. أنا لست عند عاقل الحارة ولا عند شيخ من مشايخ القبائل أمضي على ورقة. هذه دولة، هذه مشاورات سياسية، هذه دماء، هذه بلد، هذه سلطة، شعب يدفع الثمن، هناك تدمير بنية اقتصادية، هناك تعز محاصرة، هناك شهداء في البيضاء، هناك الجوف، هناك تعز، هناك تدهور، هناك قطع رواتب، هناك يعني يمنيين في كل بقاع الأرض مشردون، وأنت توقع وتنازل عن حقوق الإنسان. هؤلاء الجماعة منذ الحرب الأولى كنت أنا أخشى ماذا؟ أن يوقعون، وبالتالي أثناء التوقيع ونحن ندرك منذ حروبهم الأولى لا يلتزمون بذلك، كانوا ماذا سيحققون؟ الاعتراف بهم كطرف من أطراف الأزمة السياسية اليمنية. ثم أنت تعلم مسبقا أنهم لن يسلموا سلاح، لن يسلموا سلاح لعنصرين أساسيين، نحن قلناها لمليون مرة، قلنا أن هم يدركون أن بقاء السلاح معهم هو الذي جعلها المجتمع الدولي والسلطة الشرعية تتحاور معهم. اثنين، الحوثيين لن يسلموا مطلقا لأنهم بقاءهم كحزب الله لا يكون إلا بالسلاح، وبالتالي السلاح والسيطرة على عمران وصعدة وبعض مناطق من صنعاء أمرا في غاية الأهمية. ثالثا، أن تتوقع على هذا وأنت لدينا تجربة في المرحلة الانتقالية عندما كانت هناك اتفاقيات وأمم متحدة واليمن لم تستقر لثانية، وأدركنا بعد لاحقا أن قطع الكهرباء وتدمير البنية التحتية والاغتيالات كلها كانت هدفها إيصال البلد إلى فراغ دستوري. أنت لم تستطيع وأنت لسه في الأمان، لم تستطيع السلطة الشرعية أن تستمر سنتين في استقرار، والمخلوع صالح كان يفجر الكهرباء ويقطع الأزمات وكل شيء مدروس، وكان يريد عبد الرب منصور هادي يصل إلى السنتين إلى فراغ دستوري ثم يعود للبرلمان يستقيل ثم تأتي انتخابات، ولاحظنا صور نقل المخلوع كانت مستعدة وكانت قد طبعت ملايين الصور من التوجيه المعنوي سابقا. يعني نحن أمام جماعة لا تلتزم في العهود، أمام جماعة تعمل باستراتيجية هي الآن تمديد المشاورات يضعف التعبية المقاومة وتعبية الجماهير على التحمل ويدخلها في مرحلة فراغ. هذا الفراغ والركود يؤدي إلى إضعاف القدرة على العودة للعمل المسلح، يجعل السلطة السياسية كما هو الآن، سنذهب للكويت، لم نذهب للكويت، ذهبوا إلى الرياض ثم عادوا، وقعنا على ورقة. هذه ليست مفاوضات، هذه ليست، لا تشعرنا أنها
سلطة سياسية شرعية تستطيع أن تقول لا. أنا سأوق أنا عندما أكون سلطة شرعية وأتفاوض بمستقبل شعب لا أوقع على ورق من بياض ولا أسلم. هذه نجونا، ولكن هم كيف يمكن لك أن تضع هذه الورقة والمجلس السياسي؟ هذا الذي شجع المخلوع صالح وهو يتحرك في إعلان المجلس السياسي الأعلى والوفد الحوثي والمخلوع صالح في الكويت. ألا تخجلون أن تستمروا في المشاورات في الكويت وهناك انقلاب آخر وواقع جديد قد قطع مع الكويت؟ وكيف يتحدث عن مشاورات مستمرة وهناك مجلس سياسي على تم إعلان عنه؟ كيف نتحدث عن الطرفي الأزمة وهناك يعني تعزيز الانقلاب وإيجاد كياما له سياسيا، وأنت تطالب والقرارات الأمم المتحدة تقول يعني عدم اتخاذ قرارات منفردة، اتخذوا قرارات عدم ممارسة السلطات الشرعية، هم يمارسون سلطة شرعية في، وبعدين في مفارقة كبيرة في القرارات تتحدث عدم ممارسات سلطة الدولة والمؤسسات الدولية منحتهم السيطرة على البنك المركزي. عمليا هناك تناقض في الموقف الاستراتيجي الدولي وقرارات الأمم المتحدة منذ البداية، والسلطة تدرك ذلك. أين الخبراء اليمنيين الذين يضعون سيناريوهات يقول في حال ما تم الإعلان عن هذا الجانب كيف سندير المعركة العسكرية؟ هل نجحنا في عدن؟ ما هي مشكلات عدن؟ كم لدينا من مقاومة في تعز وما هي احتياجاتها؟ يعني هل تجد دكتور أن تحركات الحكومة تأتي دون دراسة دون رؤى موضوع لها، يعني أنها تأتي هكذا اعتباطا، يعني كما يقال مثل الشعب ما بدأ بدينا عليه هكذا؟ أنا أعتقد أن نحن مع الشرعية، نحن عندما نقوم بتوجيه اللوم لها نحن ننتقد من الداخل، نحن نقول صوتنا حتى لا نشعر بالتقصير. أنا أقول عليها أن تقوم بتقييم ذاتي لأدائها، عليها أن تطلعنا. يعني الآن عندما يذهبون إلى المشاورات وليس مع احترام شديد لكل الموجودين، نحن أمام مشاورات إيران وحزب الله وخبراء وشركات يعني استشارية تعمل وراء فريق، وهناك صحيح العربية السعودية موجودة، لكن السلطة الشرعية لا يمكن لك أن تدخل حوار وأضعف طرف في السلطة الشرعية، لا يمكن لك أن تعيد وزراء إلى الداخل والناس منتظرين ببهجة عودة الحكومة، تعود الحكومة لتعاني ولا تشعر هذه صدمة للجمهور. عندما الجمهور ينتظر الدولة أن تعود وأن تستعيد جغرافيتها وأنت تلاحظ عدن لم تتغير، أن تلاحظ الفراغ الأمني، أن تلاحظ أن الوزراء لا نشاهدهم إنما أشخاص، هذه كارثة. يجب أن تعطي آمال، يجب أن يحس المواطن بعودة حكومة. يجب أن جميل أن صارحنا بندغر مؤخرا أن هناك هدنة اقتصادية، أن هناك تحرك الآن لاستعادة الموارد. هذه لابد أن تكون لديك خطة، كيف لي أن أحيل الموارد إلي، كيف لي أن أشعر المواطن في تعز أن سلطة عدن تعز هي يهمها وتتحرك على ضوءها، كيف لي أن أجد أين الاتفاقية مع تركيا التي قالت ستعطينا مستشفيات ميدانية لم نراها في تعز، أين المستشفى في على الأقل في البحر، نحن لسنا بحاجة إلى تسفير الجرحى إلى الخارج، حتى الجماهير والناس التي تخرج للدفاع عن الوطن وتقدم دمها تشعر أنها محمية. بالتالي أين الرؤية الاستراتيجية؟ أين المناطق الآمنة التي تضخ المواطنين بالغذاء والعلاج والحماية حتى نستمر في المقاومة؟ أين التعبئة؟ نحن جاهزون على حدود صنعاء وليس لدينا أي تفسير لماذا لم يتقدموا. نحن لا، أنا حتى الآن أبحث عن تفسير لماذا تعز حتى الآن محاصرة، ولا لدي معلومة الآن دقيقة تقول أن تعز قادرة على العودة استعادة إلى السلطة الشرعية خلال شهر إذا ما تم اعتراف يعني تحديد احتياجاتها معروفة وسلم الملف استعادة تعز إلى السلطة الشرعية قبل فترة. لماذا لا يتم استعادة تعز؟ ستغير المعادلة. المخلوع صالح تقلب المخلوع يعني. ولدينا نفس المعلومات تقول أن المخلوع صالح قام بالتواصل، ولذلك أقول هناك أخطاء كبرى صاحبت من دول التحالف ومن الداخل. عندما جماعة تعز قاموا بتبادل الأسرى مع الانقلابيين دون السلطة الشرعية، وهذا أضعف السلطة وعليها أن تفهم الرسالة الأولى. الرسالة الثانية اللي من دول التحالف ربما
لم يكن هدفها اعتباطي، كان هدفها تبادل الأسرى مع الحوثيين والدخول في متفاهمات جانبية أضعف مشاورات الكويت، ولكن الهدف الذي رسم كان فك ارتباط الحوثيين عن المخلوع صالح، ولكن أتى بنتائج وتضاعف ومضاعفات جانبية أخطر، جعل الحوثيين تعاملوا بندية. ومن هنا أعتقد كان علينا ألا نقبل الحوار مع الجماعة الإنقلابية على المستوى الوطني أو الإقليمي، بل التعامل من خلال السلطة الشرعية، كما قال العسيري أن المعني بالأمر كما يقول بالعسكري عليه أن يقول بالسياسي، والتفاهم لا تفاهم خارج المشاورات في الكويت، لا تفاهم إلا مع السلطة الشرعية. بالتالي نحن حتى الآن لم نشعر في 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 هذه السلطة الشرعية أنها قادرة، أنها لديها رؤية استراتيجية. حتى الآن الحكومة، المواطن البسيط ينبغي أن يشعر ليس فقط في عدن، حتى في صنعاء، أن لدينا سلطة، لدينا جسم كيان قوي له رؤية، يتحدث عن المواطن الذي يعاني ومقطوع راتبه في صنعاء، يتحدث عن التعيينات في جامعة صنعاء والتي تم إحلال كل الكوادر وحولها إلى تعيينات سلالية، يتحدث عن ما تم تعيينات داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، يتحدث عن المواطنين وكيفية مساعدتهم الذين تم قطع رواتبهم وعدم دخولهم مؤسسات الدولة لأنهم غير منتميين أو ليس مع الإنقلابين. كيف لهذه السلطة أن تقدم المساعدات بأي وسيلة لدعم هؤلاء؟ كيف هذه ملفات؟ كيف لك أن تدير معركة مع توجه دولي غير واضح؟ يا جماعة، التوجه الدولي فرنسا مع المجلس في السياسة، مع المجلس الرئاسي في ليبيا، ولكنها مع حفتر وتم كشفها. نعم، بالتالي علينا أن نميز ذلك. لو عدنا الحديث عن ولد الشيخ، يعني هو يرفض الحلول العسكرية كدور يقوم به، وبالمقابل أيضا لا توجد حلول وبدائل وأوراق ضغط حقيقية دولية تمارس على الطرف الآخر، خاصة أنه نحن لسنا في البند السابع لنتحدث عن محاورات، نحن في البند في البند السادس يعني الذي يتحدث عن المحاورات. الآن نحن في يفترض في البند السابع الذي يفترض أن يلزم الطرف الإنقلابيين بالقرارات. لماذا برأيك، يعني هل هناك بدائل لدى ولد الشيخ، أم أن الأمر سيظل يراوح نقطة الصفر ونذهب ونعود ونحن نبحث عن أرض صلبة وإلى ما ذلك من الكلام الذي يباع له؟ إذا استمرينا في مع احترامي الشديد أقول جملة، يعني سنتهم بالأغبياء إذا يعني إذا 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 ذهبنا وتعاملنا بجدية مع طروحات ولد الشيخ. ينبغي أن نستفيد من التجربة، يعني نحن الآن لسنا نحن نقول السلطة الشرعية، يعني في كاهلها شعب بكامله، بلد بكامله، مستقبل جيل. عندما نتابع هذا الرجل ونتابع حتى قبله بن عمر ونتابع المجتمع الدولي الذي ذهب إلى الكويت وتم وهناك انقلاب، الذي وقع إعلان مجلس سياسي أعلى والمشاورات مستمرة في الكويت، هناك يعني انتهاكات وقف إطلاق النار، حصار تعز، عدم إطلاق، وليس هناك موقف دولي واضح. وقلناها أن هناك توجه دولي يسعى إلى عدم فتح ملفات حقوق الإنسان، إلى عدم يعني محاكمة كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان حتى تكون الحقول مدخنة في الجراح وهناك احتقانات في المنطقة. بالتالي إذا هؤلاء السلطة الشرعية لديهم مجموعة خبراء، لديهم بس فقط خبرة قليلة جدا في أو استفادوا من أي دولة من الدول أو التي لديها خبرة فيما يسمى علم الانتقال الديمقراطي، سواء عرب أو أسبان كما يحبون، لا أدركوا أن من يصنع السلام ويهندسه هو النخب المحلية الوطنية. يعني عندما نهندس السلام وندير الزمن الانتقالي من خلال المصالحة مع الذاكرة الوطنية، نحن من نصنع كيف يمكن ندير الواقع. عندما نتبع ولد الشيخ سيقودنا إلى أزمة سياسية، سيقودنا إلى مشاورات الكويت وبعدها جيبوتي وبعدها الصومال، يعني سيقودنا إلى بحر من فراغات وإنها الفرصة الأخيرة. ونحن لسنا في 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 هذا الفراغ، ولسنا مسؤولين عن هذه، مسؤولية المجتمع بكامله. بالتالي على السلطة السياسية أن تدرك، نحن قلناها من هنا قبل فترة، قلنا طالما أدركنا المخطط الدولي، طالما لدينا العراق أمامنا وأحد قادة البنتاغون يصرحون سيكون هناك جيشين سني وشيعي على مستوى الجيوش، وعندما يصرح مسؤول أمريكي آخر أن سوريا لن تعود سوريا، ونحن نشاهد، عندما نلاحظ أن المخطط لليمن هو العراقي بشكل ما، وأنت تدرك المخطط لبلدك
دعك من المواثيق الدولية، فلسطين لم تعد من خلال مجلس الأمن، ونحن لدينا تجربة في ذلك. يعني فلسطين ضاعت بدهاليز الأمم المتحدة من خلال الانسحاب من أراضي أو الانسحاب من أراضي دخلونا في الفقه اللغوي. إذن أين رؤيتي الاستراتيجية؟ دول الخليج، أنا أقول للعربية السعودية أنه خلال إذا استمر هذا الوضع دون رؤية استراتيجية عسكرية ودعم السلطة، وحتى الآن ما زال التنسيق ضعيفا بين السلطة الشرعية ودول التحالف، وما زال هناك خلل في الخيارات، أن حزب الله سيتأسس في المناطق الجنوبية للعربية السعودية تحت مسمى حزب الله أنصار الله، سيكون هناك كيانا لخلخات العربية السعودية وهو المدخل، وأن اليمن أصبحت الآن تحت الحوثيين جزء قوي ومسيطر، وبالتالي بقاء المنطقة مخلخلة في اليمن هو الذي يهز العربية السعودية، لأن سيكون مد السلاح، سيكون هناك خلل. واليمن وفقا لهذه الرؤية الغربية يجب أن تكون خاصة اليمن في المناطق ما كان يسمى الجمهورية اليمنية، الجنوب سيوفر له نوع من الاستقرار للملاحة الدولية، وبالتالي هو كردستان، وقلناها أكثر مرة، لكن المشروع لن يتضح. يجب أن تظل مناطق ما كان يسمى الشمال غير مستقرة ومشتعلة، وبالتالي سيكون هناك كيان في العربية السعودية. لذلك حتى الآن هناك معلومات تقول تأخروا تقديم الدعم. اليوم تم القصف بالطيران إلى تعز، وكان المفترض قبل أسبوع يتم هذا القصف للتحرك. لذلك إذا كان لهذه السلطة خيارا عسكريا عليها أن تتم هذا الخيار قبل انتهاء الشهر الذي أعطاه ولد الشيخ، لأن هناك ضغوط حتى يعني يكسبوا قليلا من وليس كما يقال أن الذي يستفيد من الانتخابات الأمريكية هم الحوثيين. لا، يجب الاستفادة من هذا الفراغ لإحداث استعادة تعز واستعادة جغرافية شاملة من خلال رؤية. في حال استعادة تعز ليس نحن نحتاج تعز جغرافيا، لكن عندما عدنا تعز يكون معي خطة صحية، خطة أمنية، خطة موظفين. عندما حزب الله في لبنان بعد الحرب مباشرة كان لديه أجهزة، قال لدينا كم بيت دمر، كم شقة هدمت، كم جرحى، لدي إحصائيات. قال لهم عودوا أنت، وهذا مخطط يعني يعطي ثقة للجماهير، نحن نستفيد من هذا، عليك أن تعرف كم دمر بيت في صنعاء في تعز، كم لدينا جرحى، كم شهداء، أين مداخل البلد. يعني أنا عندما أدخل المدينة أدخل تحول في حياة المواطنين خلال فترة قصيرة. هذا ماذا يحدث عندما يشعر المواطن مثلا في عدن وتعز ومنطقة بوجود دولة وأنه محمي، وبالتالي عندما تقول له تعال وانضم للمقاومة سينضم. عندما يلاحظ الجرحى بذلك الصورة، عندما يلاحظ أن السلطة جاءت وما عندهاش كهرباء وغير قادرة على الوزير على أن يوفر لنفسه حماية، هنا أنا أخضع لسلطة الأمر الواقع أو وأتخوف أيضا. والخطير هو أن في علم الاجتماع يقال عندما تغيب السلطة المركزية من الذي يوفر الحماية؟ يوفر الحماية يعني مجموعات الضبط التقليدية. أعود لمنطقة تعز مشايخها، أعود لقبيلتي ومشايخها، وهذا ما حدث في العراق عندما سرحوا الجيش، كانوا الغرب يريدون عودة العراقيين للعشائر والقبائل والمذاهب، وهذه خطة غربية أيضا لجعل العرب يعودون كقبائل المناطق. طيب أخيرا دكتور، يعني أمام تحذيرات البنك الدولي التي تتضمن انهيار الوضع الاقتصادي خلال شهرين مقبلين، برأيك ما هو دور مجلس الأمن إذا كل المخالفات الصريحة لقراراته ورؤاه المقدمة؟ البنك الدولي هو الذي ضغط على السلطة الشرعية، وهو الذي مارس ضغوطا لبقاء البنك المركزي تحت إدارة الحوثيين. ولاحظي اربطي ربط شديد، عندما يريدون الضغط على السلطة الشرعية ودول التحالف الذهاب للتسوية، وهذا خطتهم، يتحدثون عن الوضع الإنساني، تتحدث أوكسفام عن الأطفال وإيقاف التعليم، وهذا تصريح سياسي. لماذا البنك الدولي عندما كان يستنزف البنك المركزي وتصرف ميزانيته وهو الذي ضغط لم يعلن ويقول أن البلد ستسير؟ لماذا الآن عندما السلطة ودول التحالف أعلنت استعادة الدولة بالسلاح يتحدثون أن الوضع كارثي، وقال ولد الشيخ اليوم أن اليمن في يعني أنت في تعز محاصرة، وزمان لما كان تصرف الأموال ويقتلوا أبناء عدن وأبناء تعز، وعندما يقتلون في البيضاء وفي الجوف، لم ليس هناك يعني تدهور الحالة المعيشية عندما المواطنين بتعز يظلون يبحثون عن شربة ماء وعن غذاء وعن. إذن هذه التصريحات للبنك الدولي تصريحات سياسية ترتبط، نحن ليس أمام منظمات دولية نقية، ولست أمام مجتمع دولي نقي، نحن أمام مصالح دولية. بالتالي هذه عندما يعلنون أن مثلا فيروس الناقل لمرض ما
أن هناك مثلا فيروس فرنزا الخنازير هناك بعد انكشف الأمم المتحدة أن ذلك مرتبط بمصانع الكمامات، بالتالي يرفعون مستوى الخطر وكشف ذلك بأموال طائلة لشراء الكمامات ورفع منسوبهم. عندما يتحدثون عن أزمة اقتصادية في هذا التوقيت هم يريدون الضغط أن ذلك له خطر على مستوى المواطن. أين حقوق الإنسان يا أخي خلال سنة ونحن ندمر ونقتل؟ هذه تصريحات سياسية ولها مرتبطة بمؤسسة الغربية. شكرا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.